بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم طلبة وطلبات الصف التاسع في فيديو جديد من دروس الجغرافيا، وهو بعنوان تابع الثروة او تابع موارد الثروة الاقتصادية في قارة افريقيا. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن موارد الثروة الاقتصادية في الزراعة، النهاردة هنتكلم عن الموارد الغابية والموارد الحيوانية والثروة السمكية. هنتكلم في الموارد الغابية اللي هي الغابات اللي هي بتوجد في قارة افريقيا، بتختلف الظروف المناخية والحياة النباتية باختلاف الامطار، كمية الامطار وكمية ودرجات الحرارة المتفاوتة في قارة افريقيا. قارة افريقيا بتوجد فيها اشجار وغابات، الغابة الاستوائية مثل اشجار الكاكاو والماهوجني والمطاط ونخيل الزيت والابانوس والساج والصمغ العربي، ودي اشجار لها قيمة اقتصادية في صناعة الاخشاب وموجودة في نيجيريا وبنين وغانا وساحل العاج. دي الدول اللي موجودة فيها الغابات اللي هي زي الكاكاو والماهوجني والمطاط ونخيل الزيت والابانوس والساج والصمغ العربي، موجودة في نيجيريا وبنين وغانا وساحل العاج. طيب، برغم من كمية الأشجار دي أو الغابات دي اللي موجودة في قارة أفريقيا في الغابة الاستوائية والغابة المدارية، إلا أنها لم تستغل استغلالا كبيرا أو استغلالا اقتصاديا، بسبب ان قاره افريقيا بتبقى فيها تخلف اقتصادي وتخلف علمي. ان عدم تقدم قاره افريقيا في اللوائح الصناعيه والنواحي الحضاريه والنواحي العلميه ادى الى عدم استغلال الغابات اللي موجوده في قاره في قاره افريقيا. يبقى ما جيلي بيقول لي بما تفسر عدم استغلال الغابات الموجوده في قاره افريقيا، او تاخر الاخشاب او تاخر الصناعات الخشبية في قارة أفريقيا بسبب تخلف القارة الاقتصادي والحضاري أو العلمي. تاني، يبقى نقول بما تفسر تخلف قارة أفريقيا أو عدم تقدم قارة أفريقيا في صناعة الأخشاب أو عدم استغلال قارة أفريقيا للغابات الاستوائية والغابات الأشجار اللي هي مثل الكاكاو والمهوجني والمطاط ونخيل الزيت بسبب تخلف القارة، أي عدم تقدمها العلمي والاقتصادي، لأن الأشجار دي بتحتاج إلى أموال طائلة وعلم يستطيع أن هو يستغل هذه الغابات بصورة أفضل وبصورة أحسن. طيب، هنتكلم بقى عن الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية عندنا من أمثلة الثروة الحيوانية في قارة أفريقيا عندي الأبقار والجاموس، والأبقار والجاموس بيتربوا في المناطق اللي هي الفيضية، بيحتاجوا مية كثيرة وتربة خصبة عشان يتربوا، مش بيتربوا في قارة أفريقيا في أي مناطق إلا في المناطق اللي هي السهول الفيضية. السهول الفيضية لأنهم بيحتاجوا مياه وفيرة وأكل كتير، والمياه الوفيرة ديت والأكل كتير دول موجودين في السهول الفيضية حوالين الأنهار زي دلتا نهر النيل ووادي النيل ودلتا نهر النيجر ونهر النيجر، الأنهار اللي موجودة في قارة أفريقيا. طيب، يبقى الحيوانات من أمثلة الحيوانات الموجودة في قارة أفريقيا عندي الأبقار والجاموس. الأبقار والجاموس بينتشروا وبيتربوا في المناطق الفيضية مثل وادي النيل ودلتاه. أما الأغنام والماعز فبتربى في جميع أنحاء قارة أفريقيا لأنها بتتحمل الجفاف وقلة المياه، وتربى في الحشائش الاستبس والأغنام والماعز. يبقى من أمثلة الحيوانات في قارة أفريقيا الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، والأغنام والماعز بتربى في جميع أنحاء قارة أفريقيا، أما الأبقار والجاموس في حول دلتا الأنهار والوادي والسهول الفيضية في قارة أفريقيا. الإبل بقى، الإبل اللي هي بنقول عليها سفينة الصحراء دي بتسمى في قارة أفريقيا وهي سيدة الحيوانات في قارة أفريقيا. سيدة الحيوانات في قارة أفريقيا هي الإبل. الإبل بالجمال والجمال دي بتبقى في قارة أفريقيا منتشرة بصورة كبيرة، لأن معظم قارة أفريقيا عبارة عن مناطق حارة، والجمل أو الإبل بتتحمل درجة الحرارة وقلة المياه، فبنسميها سيدة الحيوانات لأنها بتنتشر في قارة أفريقيا بصورة كبيرة. يبقى ما جا أقول لك إيه هي سيدة الحيوانات في قارة أفريقيا، هي الإبل. طيب، عندنا بقى الثروة السمكية. الثروة السمكية في قارة أفريقيا بتنتج قارة أفريقيا من الثروة السمكية 7% من الإنتاج العالمي، وده 7% دي نسبة قليلة جدا بالنسبة للسواحل اللي موجودة على قارة أفريقيا. عندنا قارة أفريقيا لو بصينا على قارة أفريقيا هنلاقيها بتحوط بها المياه من جميع الجهات، البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي. طيب، بالإضافة إلى الأنهار والبحيرات التي توجد في قارة أفريقيا من الداخل، يبقى في مصدرين من الثروة السمكية، مصدر المياه الداخلية
اللي هي الانهار العذبه والمياه المالحه. المياه العذبه اللي هي الانهار بتنتج كميه قليله جدا لا تذكر في قاره افريقيا. طيب اما الثروه السمكيه اللي بننتجها من مصائد الاسماك البحريه لا تتناسب مع طول سواحل قاره افريقيا، لا تتناسب مع طول سواحل قاره افريقيا بالنسبه اذا قارنا بالقارات الاخرى. القارات الاخرى عندها تقدم في الثروه السمكيه ليه؟ مثل اسيا، قاره اسيا وجنوب شرق اسيا، الصين والهند واليابان والولايات المتحده الامريكيه، قاره امريكا الشماليه عندها تقدم في الثروه السمكيه بسبب ان عندها سواحل طويله. طب قاره افريقيا ما عندها سواحل طويله على المحيط الاطلسي والمحيط الهندي والبحار اللي هي بتنتشر عليها او بتطل عليها زي البحر الاحمر والبحر المتوسط. قاره افريقيا بتعبها ان هي ما عندهاش تقدم علمي في وسائل الصيد، وبتستخدم الوسائل البدائيه حتى الان في وسائل الصيد، القوارب والشباك، وما عندهاش كمان وسائل تبريد حديثه زي الدول الثانيه او زي القارات الثانيه زي الصين واليابان والولايات المتحده. يبقى عندي الثروه السمكيه لا تتناسب بما تفسر ان الثروه السمكيه بتمثل 7% من الانتاج العالمي، وهذه النسبه قليله جدا بالنسبه للانتاج العالمي، وبتنتج قاره افريقيا 7%، ودي نسبه قليله. ليه نسبه قليله؟ بسبب عدم تقدم قاره افريقيا في وسائل الصيد المختلفه، عدم تقدم وسائل الصيد في قارة أفريقيا. ما عندهاش أساطيل صيد حديثة، ما عندهاش وسائل علمية في الصيد، ما عندهاش وسائل تبريد حديثة في وسائل الصيد. هنكتب الواجب. سين واحد، اكتب المصطلح الجغرافي. واحد، تعتبر سيدة الحيوانات في قارة أفريقيا. سين اتنين، بما تفسر عدم استغلال أشجار الغابات في قارة أفريقيا اللي هي الثروة الغابية. وبكده يبقى الدرس بتاعنا خلص. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.